بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة وهنا يا رب. أكيد كلنا خارجين من شهر رمضان المبارك، وإحنا كلنا بندعي ربنا إن يكون تقبل مننا صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن الكريم وذكر ربنا سبحانه وتعالى وكل الأعمال الصالحة اللي كلنا أكيد اجتهدنا خلال الشهر الكريم إننا نعملها. كلنا بندعي ربنا إننا النور رحمته ويكون راضي عننا. الأهم من ده كله وإحنا قدامنا ساعات ونستقبل عيد الفطر المبارك، يا ترى إحنا هنختم الشهر الكريم إزاي؟ عاوزين نعرف معنى العيد في الإسلام هو إيه؟ وإزاي هو فرحة وجبر خاطر عن كل الأيام؟ العيد فرصة كبيرة نحس ببعض بالفعل مش بالكلام، والاحتفال بالعيد واستقباله عبارة عن مجموعة من الأحكام. السنن والأداب المتعلقة بالعيد لازم كل مسلم يراعيها ويحرص عليها، والحكمة كمان من احتفالنا بالأعياد هو إيه؟ تفاصيل مهمة جدا هنقولها النهاردة إن شاء الله مع ضيفي اللي بينورني لأول مرة، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور اهلا بحضرتك ومنورني، وكل عام وحضرتك بألف خير. اهلا بحضرتك استاذه لمياء، وكل سنه وحضراتكم بخير وحضرتك بألف خير. يعني سعيد جدا مع حضرتك. ده انا اللي بتشرف بوجود حضرتك معانا وسعداء بوجود حضرتك. اداء متميز دايما وطرح راقي، والساده الزملاء اللي بيكونوا مع حضرتك دايما بتقدموا شيء جميل ومفيد ونافع، وطول الشهر احنا متابعين ما شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا يخليك. سعيد انا جدا انها تكون الحلقه الاخيره في شهر رمضان ومسك يعني الختام. الله يكرمك. نورتنا. شرف لينا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. بنفضل طول الشهر كلنا نجتهد، وهي فرصه عظيمه وحاله من السبق علشان خاطر ما نضيعش لحظة، مش ما نضيعش يوم ولا ساعة إلا وربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عننا. أنا اجتهد كتير في العبادات وفي الصلاة وفي الصيام إنه يكون على أكمل وجه وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، ولكن يجي في الشهر الكريم بعد ليلة القدر تبدأ الناس الكيرف عندها ينزل شوية، وكأنه خلاص بقى إحنا بنودع الشهر الكريم، فإحنا هناخد راحة لحد رمضان اللي جاي، ولكن عايزين نختم الساعات الأخيرة في شهر رمضان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا حقيقة المفروض نفرح، نفرح بأن ربنا سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة والمنة ووصلنا لآخر ساعات في شهر رمضان. وزي ما حضرتك بتقولي أحيانا بيكون في تكاسل في اللحظات الأخيرة وفي الساعات الأخيرة، وده مش مطلوب، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الأعمال بالخواتيم، والخواتيم بتكون مواريث السوابق. يعني إيه؟ طول ما أنا ماشي خلال الشهر كويس أكيد هختم كويس، ودي بتبقى علامة وأمارة للي عايز يعرف هو كان ماشي في الطريق اللي يرضي ربنا ولا لأ، عبادته وطاعته كانت مؤثرة فيه، مؤثرة في قلبه، مؤثرة في حياته ولا لأ. لابد إن احنا نجتهد في الأيام الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة وفي الساعات الأخيرة. احنا مش عارفين امتى تفتح ابواب المغفرة، صحيح. مش عارفين امتى هيؤذن لنا بالعتق من النار. لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يعني النهاردة في دعوة لا ترد، انا ما ضيعش الدعوة دي، ما افرطش في الدعوة دي. دعوة لا ترد بمعنى ايه يا فضيلة الشيخ؟ بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة الصائم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يحب حال الذل من العبد. كل ما تذل نفسك لله كل ما ربنا يعزك، كل ما تنكسر لله كل ما ربنا يرفعك، كل ما تقول له يا رب انا ضعيف ربنا يقويك، كل ما تلجأ لله سبحانه وتعالى يكون هو سند ليك. حال الصائم هي حال انكسار. ليه؟ ممتنع عن الطعام، ممتنع عن الشراب، ممتنع عن كل الامور التي لا تحل له في الصيام، بيرجو شيء واحد بس، بيرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي انا بسأل حضرتك عليه، هل كل صائم تقبل دعوته قبل الفطار؟ ما هو في ناس تصوم عن الاكل والشرب بس، نعم. وهو ده اللي بتاخده من الصيام، لكن في ناس بتصوم عن الاكل والشرب وتصوم عن كل حاجه تانية، وفي ناس بس تصوم عن الاكل والشرب بس.
لو فهمنا احنا ليه بنصوم هنعرف مين الصائم اللي هيقبل منه الدعوة. احنا في ناس تقولك احنا صايمين عشان نشعر بالفقراء. طب والسؤال الفقراء بيصوموا ليه؟ ما هو اصلا عايش في شيء من الضيق. الحقيقة لما تيجي تتدبري حضرتك يا استاذة لمياء ليه الصيام، اظن ان الصيام ده عبادة علشان اكتشف حقيقة نفسي، تهذيب النفس. نعم اهذب نفسي واكتشف قدراتي. انا ممكن اكون متخيل ان انا ضعيف قدام الشيطان، ضعيف قدام الهوى، ضعيف قدام مغريات الحياة، لكن يجي الصيام ويقول لي لا انت مش ضعيف، انت قوي، انت قادر انك تتخلى وتترك الحلال في نهار رمضان، فاولى بيك انك تترك الحرام في ليل رمضان وتترك الحرام فيما بعد رمضان. لو فهمت ان الصيام ده اعادة يعني تصوير ذاتي ليا والوقوف على حقيقة نفسي، هفهم ان الصائم الحقيقي هو اللي هتتقبل منه دعوته. الصائم اللي مش زي ما حضرتك قلت كده، مش اللي سايب الطعام والشراب وبيخوض في اعراض الناس، مش سايب الطعام والشراب وماشي في الشارع يتخانق مع الناس ويبرر ان ده بسبب الصيام. لا، ليس الصيام عن الجوع والعطش، وانما الصيام عن اللغو والرفث. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هو يعني تعب نفسه وترك الطعام وترك الشراب، لكن فين تأثير العبادة؟ فين تأثير الصيام ده في أخلاقك؟ هو مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى أنه يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ليه؟ يدع طعامه وشهوته من أجلي. ثم يختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أيوة تركت الطعام وتركت الشراب وتركت الشهوة، لكن الأثر بتاعها في أخلاقك. لما أشوفك بقى مش بشوفك وانت بتتعامل كويس، لا ده أنا بشوفك وانت ممكن بيعتدى عليك، إزاي بيكون رد فعلك؟ سابه، هتيجي تقول لي كرامتي، بقول لك أنت صايم، بقول لك أنت أخلاقك. ما هو ربنا مش هيطلب الانضباط من الرجل المعتدي، ده هيطلب الانضباط من اللي وقع عليه الاعتداء. ربنا مش هيطلب العفو من الظالم، ده بيطلب العفو من المظلوم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. مش هيقول ربنا سبحانه وتعالى للظالم اعف عن المظلوم، ده هو ظالم، إنما بيقول للمظلوم إيه؟ أصبر، خلي عندك عفو، خلي أجرك على الله سبحانه وتعالى. أنت ليه مش عايز تسلم الأمر لله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يرد لك حقك؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى الصايم اللي هتتقبل دعوته هو اللي صام صيام حقيقي، اللي صمت جوارحه وصام قلبه وصامت امتنع عن كل شيء يغضب ربنا سبحانه طبعا وتعالى. حتى في الخواطر، حتى في الخواطر اللي بتمر على الذهن يدفعها عن نفسه دفعا ليكون عبدا صالحا لتحقيق هذه العبادة اللي هي عبادة لا مثيل لها من بين العبادات، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف. أستأذنك ناخد التليفون. أم زياد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا رب. أنا ليا ثلاث أسئلة للشيخ أيمن لو سمحتي، ممكن؟ اتفضلي اتفضلي. الله يخليك. دلوقتي يا دكتور أنا طلعت الزكاة، زكاة الفطر لأختي، لأن أختي ظروفها صعبة، يعني مطلقة وما بتشتغلش، بس هي مش من فلوسي، من فلوسي الشخصية، من فلوس زوجي. هل هي تنفع ولا ما تنفعش؟ لأن أنا بصراحة أنا ربة منزل فما بشتغلش. طلعتي الزكاة عنها؟ يعني عشان هي ظروفها صعبة وكده، فهي مطلقة وفي نفس الوقت ما فيش، يعني ما فيش حد بيديها حاجة. فزوجي هو اللي بيشتغل. هو عارف بقى انت قلتي له ولا هو اداكي مثلا؟ لا، هو عارف. تمام. هو بيطلعها بصراحه، هو اللي بيقول لي طلعيها لاختي. تمام. فهل هي تقبل منه او مني او ما تقبلش؟ يعني ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا في واحد يعني كان ظالمني، او شخص كان ظالمني، فانا بدعي عليه بصراحه ان ربنا ما يقبلهوش في الشهر الكريم. او ان انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هل انا وانا مش مسامحاه، يعني انا عن نفسي مش مسامحاه ليوم اللقاء الله، فهل انا تقبل صيامي وصلاتي ولا تفضل صلاتي متعلقه وصيامي متعلق لحد ما اعفو عنه؟ بس انا بصراحه مش هعفو عنه ليوم الدين.
يا ساتر يا رب. هل هو قريب قريبها او صلة حد من رحم؟ لا 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 لا، مش من صلة رحم خالص. طيب شخص اذاني، شخص اذاني بصراحة، واذاني جامد، وكان هيخرب بيتي. يا ساتر يا رب. طيب تمام. وسؤالك الثالث؟ سؤالي الثالث بقى يا استاذه لميا، لحضرتك انت شخصيا. خير يا رب، ربنا يستر. لا ولا حاجه، ما تقلقيش ان شاء الله. اتفضل. انا ام زياد اللي كنت كلمت حضرتك عن الدين اللي عليا، بس بالله عليكي ما في حد تواصل معايا. طيب حاضر 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 حاضر، انا هكلمك انا بعد الهوا ان شاء الله. طيب الزكاه، نعم، هل ان هي طلعتها من فلوس زوجها عن اختها تجوز ولا لا؟ وعايزه اضيف لحضرتك حاجه، هل لو طلعت الزكاه اللي تخصها هي لاختها يجوز ولا لا؟ طيب يبقى الجزء الاول من السؤال، هي خرجت الزكاه، وحضرتك احسنت في السؤال لما سالتيها جوزك يعلم او لا يعلم. طالما خرجت وزوجها يعلم، يجوز انها تخرج الزكاه عن اختها، مفيش مشكله فيها. وكمان عايزين نقول، لان حد ممكن يكون بيسمع دلوقتي بتكون خرجت وزوجها لا يعلم، على حسب الحال والمتعارف فيه بينك وبين زوجك. يعني في زوج مرن سهل، ما بيبقاش زعلان وبيقول لزوجته تصرفي زي ما تتصرفي، اذا خرجت ما فيش مشكله خالص. لكن لو في واحد تاني بقى هو بيحاسب على الصغيره وعلى الكبيره، يبقى يجب ان هي تستاذنه. يبقى هي ام زياد في الحاله بتاعتها يجوز وما فيش مشكله فيها. الجزء التاني اللي حضرتك طرحتيه اللي هو، طيب لو هي لو هتطلع الزكاه اللي تخصها لاختها، لو هتطلع الزكاه اللي تخصها لاختها يجوز. يجوز ان انا ادي اخويا او ادي اختي بشرط يكونوا محتاجين. الكلام بس ان بنقول لا يجوز في ايه، ان الاصل يدي للفرع او الفرع يدي للاصل، وخاصة لما يبقى هو مسؤول عنه، مسؤول عن الانفاق عليه. لان اصل زكاة الفطر بيخرجها مين؟ بيخرجها المسؤول عن الانفاق. فما ينفعش يديها لحد هو بينفق عليه، يبقى كأنه خرج زكاته وهو اللي بيستفيد منها. فاختها في حياة مستقلة، يعني هي مش ملزمة بالانفاق عليه. فيجوز انها تدي لها لو كانت محتاجة. تمام. طيب الشخص بقى اللي هي مش مسامحاه وابتدي عليه حتى انه صيامه ما يقبلش، يعني المظلوم لما يدعي ليه احقيه ان هو يدعي بس لا يعتدي في دعائه. ودعوه المظلوم معروف، يعني مكانتها عند الله سبحانه وتعالى ترفع فوق الغمام، ويقول الرب تبارك وتعالى لها: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ودي رساله لكل واحد قادر ان هو يظلم، قادر ان هو يعتدي على غيره. خلي بالك قدرة ربنا سبحانه وتعالى عليك أكبر من قدرتك على غيرك. تخيلي حضرتك حد بيتكلم بالمرارة دي في رمضان وبيدع على الآخر إن هو لا يقبل منه عمله، يعني كم الظلم اللي وقع عليه إيه. لكن طبعا بنقول لأم زياد، يا أم زياد يعني خليها لله، سلمي أمرك لله. أنت بتقولي أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل دي أنا ما بدعيش على حد، انا بفوض امري لربنا، برفع له القضيه. خلاص انا سبت الموضوع كله لربنا سبحانه وتعالى يتكفل به ويفعل فيه ما يشاء، وده اجمل حاجه ممكن تعملها. وربنا يقول لنا: الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهي اعظم كلمه ممكن الانسان يقولها وهو في لحظه ضعف، قالها سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو بيلقى في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكان النجاه ايه؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوضي أمرك لله سبحانه وتعالى. وحتة القبول بتاع العمل دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن طالما ما هوش صلة رحم، طالما ما فيش بينك وبينه كلام، انت ليس يعني مضطرة ان يحصل بينك وبينه كلام او سلام او كذا. وعشان كده انا سألت هو من ذوي الارحام ولا لا. طالما هو راجل مش في محيط الاسرة، خلاص العلاقة تنقطع بيه، وفوضي أمرك لله سبحانه وتعالى. نرجع تاني للدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتقبلها مننا في لحظة الفطار. نعم. خواتيم شهر رمضان بقى، ايه مطلوب مننا؟ مطلوب مننا اولا يكون عندنا رجاء، ويعني كده عندنا حسن ظن في ان احنا غفر لينا. اكيد في تقصير، يعني ما كلنا بنغلط وكلنا بنقع في اخطاء، احنا بنجتهد. تمام، يبقى عايزين الاستغفار. يبقى عندي رجاء وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى، وعايز اختم افضل شيء اختم بيه رمضان الاستغفار، عشان الجزئيه اللي حضرتك قلتيها دي. بستغفر ليه؟ بستغفر لان احنا مهما عملنا، مهما تقربنا لله سبحانه وتعالى، عارفه الواحد فينا لو من يوم ما اتولد وهو ساجد
راكع لله سبحانه وتعالى يؤدي الطاعات ويجتنب المنهيات ويقف عند الحدود ما يوفيش ربنا سبحانه وتعالى صحيح حقه. صحيح. ملائكة الذين جبلوا على الطاعة ربنا يقول عنهم بل عباد مكرمون، ربنا يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيدنا النبي صور لنا تصوير بديع كده لهيئة السماء وهي فيها الملائكة ويقول لنا أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني سما كده من كتر الحمل اللي عليها كأنها بتميل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى. يا سلام. البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. تخيل حضرتك كم الملائكة. الملائكة يوم القيامة بتقول إيه الكلمة اللي في على الملائكة يوم القيامة؟ يا رب سلم سلم، يعني ما عملوش غلطة، ما عملوش أي شيء في تقصير. ربنا يقول لهم الأمر ينفذوا فورا، يتبادرون إليه وينفذوا، لكن من شدة هول يوم القيامة يقولون يا رب سلم سلم. فإحنا مهما نعمل لابد يكون عندنا تقصير، نكبر التقصير ده بإيه؟ بالاستغفار. عايز أقول لحضرتك حاجة يا سلام، مراتب الخلق العقلاء، العقلاء من الخلق مراتبهم في الإيمان على 3 درجات. في ناس أو في خلق إيمانه يزيد ولا ينقص، كل يوم هو في زيادة مع الله سبحانه وتعالى. وفي صنف من الخلق إيمانه لا بيزيد ولا بيقل. وفي صنف ثالث إيمانه بيزيد وبيقل، يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. الصنف الأول هم الأنبياء والمرسلين، في كل يوم هم في حال ترقي مع الله سبحانه وتعالى، ودول الصفوة من الخلق. الصنف الثاني اللي إيمانه لا بيزيد ولا بيقل الملائكة، هم على حالة واحدة، جبلوا على حالة واحدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الثالث بقى بقية المخلوقات من العقلاء المكلفين من الإنس والجن، الإيمان بيزيد كل ما تكون في طاعة ويقل كل ما تكون في معصية. احنا نحتاج علشان نجبر ما كان منا من تقصير في رمضان، نجبر ما كان منا يعني من غفلة في رمضان، نستغفر. والاستغفار ده ربنا سبحانه وتعالى أمر به في عظام الأمور، في ختام الأمور العظيمة. شوف الحج مثلا، فإذا أفضتم من عرفات، الحج اللي هو يعني يرجع كيوم ولدته أمه، بالظبط، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الغافلين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الصلاة اللي هي عماد الدين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختمها بإيه؟ بالاستغفار. سئل كيف كان استغفاره؟ كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أشرف حياة لمخلوق هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة في صورة التوديع، في صورة النصر. قال الله عز وجل لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار بعد هذه الصورة. وتسألوا السيدة عائشة ليه كثرة الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول لها أمرني ربي بأمارة إذا ظهرت لي في أمتي أن أكثر من الاستغفار، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فتحت مكة للنبي والناس دخلت أفواجا، فهذه الأمارة، وكانت هذه نعي النبي صلى الله عليه وسلم وإيذان بقرب الأجل وقرب اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. فأشرف الأمور تختم بالاستغفار، وسيد الاستغفار ان الانسان لابد ان هو يحفظه ويتقرب به لله سبحانه وتعالى. هنطلع فاصل ونقول ان شاء الله بعد الفاصل، نروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه، معنا النهارده الدكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه، وان شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام هدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يا ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك وحضرتك بألف خير يا رب. معلش أنا بس كنت محتاجة أسأل الشيخ أيمن على كام حاجة كده فأجيلها سريعة. تفضلي نورتيني. وأنا أولا تسلم يا رب. الزكاة إحنا بس علشان ما قدرناش نطلعها حبوب، فأنا طلعتها لإمام المسجد ووصيته إن هو يخرجها زي ما ربنا أوصانا، فهل فيها مشكلة علينا؟ يعني لازم انا اللي اخرجها، يعني احنا اللي نخرجها بنفسنا او زوجي هو اللي يخرجها بنفسه وينزل يشتري ويوزع، ولا عادي امام المسجد هو يخرجها اللي نحتاج؟ ده سؤال. السؤال الثاني
أنا حماتي عايشة معايا لأني حماية متوفاة الله من سنتين، فأنا بخرج عنها زكاة مع إن هي ليها دخل خاص بيها وكل حاجة، بس أنا برضو يعني إيه، أنا مش عارفة هل ينفع أخرج عنها زكاة ولا لأ، بس أنا بخرج لأني أنا مش عارفة. تمام. السؤال الثالث، هي عندها مشكلة عدم رضا ولا تقبل بوفاة حماية، وعلى طول يا الله عايشة يا في الله، غضب وبتطلع غضبها ده في ذاتي، وهو برضه جدا، وانا بحاول يعني اهديه واقول له برضه هي في الاول وفي الاخر مامتك، بس الموضوع بقى صعب جدا. فهل لو طلب يعني قررنا ان احنا مثلا ننفصل، اللي هي تعيش في شقه او احنا نعيش في شقه، هل ده يبقى عدم هي ان هو ليها، كده هي ماشي ليها حد؟ ليها مثلا؟ لا هي ملهاش، ليها اخواتها بس هو ابنها وحيد، ملهاش ولا ابن تاني طب ولا هي، بنت. هي عدم التقبل ده واصل معاها لحد ايه؟ يعني قولي لي بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ بتقعد تقول لي يا رب عملتي كده، ليه يا رب خدته، انا مش عارفه اعيش، رغم ان هي عندها 62 سنه وحافظه لكتاب ربنا وبتصلي، ما بتسيبش فرض ولا قيام ولا اي حاجه. هي كانت مرتبطة بيه قوي. فبقالها سنتين لدرجه ان انا وديتها دار عشان تقعد مع شيخ ممكن يعني حالتها النفسيه تتحسن، وديناها لدكتور نفساني، مفيش، هي مش متقبلة ورافضة العيشة معانا برغم احنا ما اجبرناهاش على العيشة معانا، بس هي رافضاها ورافضة كمان ان هي تقعد لوحدها. يعني ايه رفض العيشة معاكوا؟ يعني بتقول لكم ايه؟ انا مش عايزة تعيش انا معاكوا. مش عايزة اعيش معاكوا، انا مش عايزة اشوفكوا، انا زهقت منكوا، انا كلام كده صعب، وبيبقى صعب طبعا على زوجي ان هو يسمعه، بس بقى انا بحاول اهديه هي اللي هو عندها اي مرض؟ لا خالص. طيب انتوا ما حاولتوش تقعدوها مع دكتور يشوف حالتها يسمعها؟ انتي بتقولي بقاله رحنا سنتين متوفي. احنا الدكتور نفساني فعلا بالفعل، وقعدت معاه، هي مش هي رافضه فكره ان هو توفى، ورافضه فكره ان هي كده ملهاش حياه، هي عايزه تتجوز حتى. هو جوزي انا قلت له يعني انا سمعت ان احنا المفروض الارمله المفروض بيتعرض عليها الزواج من المسؤول عنها، سواء كان لا بالقبول انتي او بتقولي بالرفض. هي عايزة تتجوز؟ طب هي عايزة مش عايزه تتجوز تعيش، ازاي وهي، وهي حزينة عليه بالشكل اللي انتوا بتقولوه ده؟ هي شايفه ان الجواز بالنسبه لها هيعمل لها حياه، اللي انا اكتشفته بقى ان هي على حياتها مش على الشخص طيب نفسه. هو زوجك رافض موضوع انها تتجوز؟ لا هو رفضه يعني ايه، هو قال لها انت يعني عرض عليها قال لها انت عايزه تتجوزي، انا ما عنديش اي مشكله، ده شرع ربنا وانا مش هقف، بس هو مش فين؟ طب همشي فين المشكلة؟ المشكلة ان هي يعني بتعمل حاجات ما ينفعش حد في سنها يعملها، يعني مثلا بتقعد تكلم ناس على النت ومش عارفة ايه، ما هو علشان تتجوز لازم، ما هي برضو ست كبيرة عندها 62 سنة، فلازم نجيب لها حد نعرفه، حد من سنها يبقى مجرد، لان هما بيونسوا بعض، انيس لبعض. أنا ممكن أسأل سؤال كمان؟ طبعا. هو قبل وفاة الزوج، هي الأمور النفسية عندها منضبطة لا ولا؟ خالص، طيب هو كان واضح ان عندها الموضوع فيه مشاكل، مشكلة، الموضوع فيه مشكلة، مشكلة نفسية. يعني اقصد هي لو طلبنا منها ان احنا يعني هي مثلا تعيش في شقه لوحدها وجوزي يبقى بيروح وبيجي لها واحنا بنروح نجي لها، هل ده يبقى غلط علينا او فيها حرمانيه ويبقى جوزي كده مش بار بيها؟ طيب هنجاوب على حاضر حضرتك. حاضر، تبين يا مدام هدير، ده انت طرحتي قضية مهمة جدا. طيب خلينا ناخد اول سؤال، الزكاه اللي هي طلعتها لامام المسجد، عشان هو واضح انه برضو في بعض الناس لسه مش فاهمين زكاه الفطر تطلع باي أحسنتي شكل. أحسنتي. هو بس هي واضح إنها قلقانة من قصة إن أنا أطلع القيمة. الأصل أيوة إن أنا أطلع الحبوب والطعام اللي قال عليه سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. لكن عايزين نقول للناس حاجة بسيطة وتكون منهج لينا في التفكير والفهم للنصوص الشرعية. النص الشرعي جاي وليه مقصد وليه حكمة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما يقول لنا والسلام. خرجوا زكاة الفطر بيقول لنا اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، علشان الفقير يبقى مكفي مكتفي يعني، وما عندوش يعني حاجة تخليه يسأل الناس ويطلب من الناس. دلوقتي بنشوف لو انت بتطلع شيء من الطعام ممكن الناس تاخده تروح تبيعه علشان هي محتاجة فلوس، وتبيعه بأقل من سعره وتاخد الفلوس دي لشدة احتياجها ليها. لما يجي العلماء يقولوا ان المقصد
من وراء هذا النص ان اغناء الناس، علشان كده يجوز ان انا اعطيهم القيمة. العلماء لم يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس في ناس اخذت بالنص وفي ناس خدت بما وراء النص، بمفهوم النص، بمقصد النص. وكمان من الناس دي مش اي حد، ده سيدنا عمر بن عبد العزيز. هل يعقل ان سيدنا عمر بن عبد العزيز يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم او يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا الامام ابو حنيفة وغيرهم، كل هؤلاء نظروا الى المقصود من النص. علشان كده لما يتقال ان يجوز اخراج القيمة، محدش يلوم على حد ومحدش يعتب على حد، لان دي من مسائل الخلاف المعتبر اللي يجوز فيها ان انا اطلع كذا او اطلع كذا، ولا يلوم احد على احد. هي ده اللي خلاها تلجأ انها تدي لحد يخرج مكانها علشان يخرج اطعام. لكن في العموم انت اديت لشيخ المسجد ووكلتيه وكلفتيه ان هو يقوم مقامك باخراج هذا الامر، هو وكيل عنك، وهو ان شاء الله يؤدي الامانه كما يعني كما انت كلفتيه بيها يعني. طيب حماتها عايشة معاها وبتخرج الزكاة هي عنها، رغم تقول ان هي تقدر تعمل ده، حتى لو هي لها مال مستقل من باب ان هو ابنها عايز يبرها، من باب ان الزوجة عايزة تبين لها ان احنا يعني كويسين معاك، ان في شيء من المودة، يجوز بشرط هي تكون عارفة بس يعرفوها ان احنا نخرج الزكاة عنك. طيب. مفيش مشكلة فيها. طيب مشكلة الأخيرة بقى. المشكلة الأخيرة ما هياش مشكلة، مش مشكلة عايزة فتوى. هي مشكلة عايزة حل. والحل انا اظن ان الام قبل كده القوة الذهنية عندها ما هياش منضبطة. حتى لو انت بتقولي لي بتقرأ القرآن وبتصلي وكذا وكذا، القوة الذهنية عندها مش منضبطة، بدليل ان هي عندها بتعاني من مشكلة نفسية. الصدمة لما جت هي ما تحملتهاش، حتى لو قلنا ان في الصدمة الاولى هي ما تحملتهاش، بيفعل العاقل ما بيفعل الجاهل ما يفعله العاقل بعد 3-4 ايام. يعني العاقل من اول ما تجيله الصدمة يقول انا لله وانا اليه راجعون. لو واحد ما عندوش اتزان نفسي او عنده ما عندوش علم وما عندوش ايمان قوي، بيقول كلام كثير. ايوه، وبعد 3 ايام بيبقى كويس، بعد اسبوع بيبقى كويس، بعد شهر خلاص هي الايام بكفيله بانها تغير الفكر اللي عنده. لكن لما يبقى مر سنتين والحاجات المتضاربه اللي حضرتك بتقوليها دي، معناها ان القضيه ملهاش علاقه بقضيه اصل الموت وعدم الصبر عليه، لا علاقه بحاجه نفسيه عندها هي عايزه تتعالج منها. اجي بقى لموضوع الزواج، لو عايزه تتزوج حقه. هو انا طبعا مش عارفه ملابسات الحكايه عامله ازاي، وعيشتها كانت مع حماكي كانت شكلها عامله ازاي، اذا كانت هي يعني فيها ود جامد جدا وفيها حب وعشرة طويلة جدا، وهي مش عايزة تصدق أو تتقبل أنه توفى. على فكرة ممكن قوي فكرة جوازها أنها عايزة تشوف شخص تاني معها فيه، يعني بتتصور الحياة تاني معاه، مش قادرة تتخيل أنه مش موجود. وارد يكون حالة نفسية وهي عندها عدم انضباط بشكل كامل وخلل في حياتها، وده على فكرة مش عيب، ده بيحصل عند ناس كتير جدا. وارد انه يحصل، وحقها لو عايز تتجوز. اما قضية بقى ان احنا ممكن نسكن في مكان تاني وهي تبقى، بس طالما هي عايزة كده، طالما رغبتها، لكن يكون في مودة من ابنها ليها ورعاية ليها. مش معناه بقى ان انا اروح في مكان واسيبها خلاص يبقى مش هسأل عليها واقول اصل هي عايزة تتجوز او عايزة كذا، لا، ده حق الأم على الابن مقدم وواجب بكل الأحوال، ولا شيء يزيل هذا الحق. طيب نرجع لسيد الاستغفار. كنا بنقول إن احنا أفضل ما يختم به الشهر الاستغفار، ولكل شيء سيد، وسيد الاستغفار ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من بركة سيد الاستغفار أن الإنسان لو قاله في الصباح ثم مات من يومه دخل الجنة، ولو قاله في المساء ثم مات من ليلته دخل الجنة. وكمان الاستغفار السهل على لساننا. طب ممكن نقوله كمان مرة؟ نعم تفضل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيها تسليم وتفويض وإقرار واعتراف بالذنب. احنا كنا بنقول حال الانكسار حال يحبه الله سبحانه وتعالى،
والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يقر بذنوبه وأن يعترف بذنوبه. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت دعاءه كان إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مفيش دعاء، إنما هو إقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى وإقرار بقدرة الله عز وجل واعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير وتسبيح الله تنزيهه عن كل نقص. فكانت النجاة من الله سبحانه وتعالى، فنجيناه من الغم، وليست ليونس وحده إنما لكل من أخذ بهذا الدعاء وردده بيقين. عايزين نقول دايما في الأدعية دي مش بس الكلام، أحيانا بنقول استغفار يا أستاذة لمياء واستغفارنا يحتاج إلى استغفار. أيوه. بقول استغفار وأنا قلبي لاهي ومشغول ومش مستحضر تقصيري ومش مستحضر وما عنديش يقين وما عن... أيوة. زي الدعاء يعني، ما أنت بتقول للدعاء سلاح بس سلاح على قدر قوتك في استخدامه وقدرتك على استخدامه تشوف النتيجة بتاعته. صحيح. ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا. نورتني حضرتك النهاردة جدا ومسك الختام بحضرتك وإن شاء الله لينا لقاءات تانية بإذن الله. كل سنة وحضرتك حضرتك طيبة وكثير. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضرتكم إن شاء الله بعد الفاصل. ساعات ونودع شهر رمضان المبارك ونستقبل عيد الفطر، وبنقول العيد فرحة للناس كلها، وإحنا علينا دور كبير جدا زي ما فرحنا ناس في الشهر الكريم، علينا دور كمان إننا نفرح الناس في أيام العيد ونفرح كمان الأطفال. كم حد ممكن يكون في الدولاب عنده وفي بيته قطع كتير جدا ما بيستخدمهاش، قطع كتير جدا مركونة بحالتها وحالتها كويسة جدا، ويمكن في حاجات استخدمناها مرة وفي حاجات ما استخدمناهاش خالص، في حاجات استخدمناها مرتين أو أكتر وحالتها كويسة تليق بيهم ومركونة عندنا وإحنا ولا إحنا هنا مش واخدين بالنا خالص من الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت. لو من النهاردة من دلوقتي بدأنا نفتح التواليب عندنا وبدأنا نشوف إيه القطع اللي إحنا مش محتاجينها وزبطناها وهيئناها بشكل كويس جدا عشان تليق بالناس دي، وبدأنا حتى إن إحنا نبعتها لجمعية البر والطاقة، هم بيقدروا إن هم ينظفوا الحاجة كويس قوي ويكيسوها بشكل محترم وتروح للناس اللي ممكن تكون محتاجة حاجة واحدة من عندك عندهم هم كتير جدا. خلونا نتكلم عن أعمال الخير والمداومة عليها بعد شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ كل عام وحضرتك بألف خير. وحضرتك بخير وبصحة وسلامة، ربنا يكرمك. يعني بنقول عايزين نداوم على أعمال الخير، اجتهدنا في شهر رمضان على قد ما نقدر، في ناس ممكن يكون أثرت شوية نتيجة ظروف نتيجة تلاهي في الحياة، ولكن عايزين نقول إنه مادام إحنا لسه فينا نفس فإحنا نقدر ندي. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. أي واحد فينا في رمضان ربما حصل منه بعض التقصير، بعض الأشياء يعني في تفريط في الصيام والقيام لله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا حاجة نسد بها الخلل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسيدنا النبي قال لنا عن زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. واحد اتكلم وهو صايم، واحد يعني الحاجة خارجة عن تعليمات الإسلام، واحد لم يصم بلسانه ولا بعينه ولا بقلبه، يقوم يطلع مبلغ من المال اللي هو زكاة الفطر عشان يطهر نفسه من اللغو والرفث الذي حدث معه في أثناء صيامه في رمضان. طيب بعد رمضان هنعمل إيه؟ إحنا بقالنا 29 يوم بنصلي الفجر جماعة وبنصلي التراويح وبنصلي التهجد وخدنا على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى العبادة. علامة قبول العمل الصالح إن ربنا يوفقني للعمل الصالح بعد العمل الصالح. يعني الواحد بيحزن يوم العيد خلاص مفيش حد في المساجد. طب الناس راحت فين؟ ما هو رب رمضان هو رب شوال. صحيح. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. شوف بعض الناس يجي ليلة العيد دي يعني يعمل بقى كل الأشياء اللي هو عايز يعملها، قول خلاص رمضان انتهى وحبل العبادة طويل. لا، استنى، ده العيد الحقيقي عيد من قبل صومه
وشكر سعيه وغفر ذنبه. ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. العيد ده بيجي لنا عشان جاي بعد طاعة. احنا عندنا عيدين في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يأتي بعد شعيرة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد شعيرة الحج. يعني الاثنين بعد ركنين عظيمين من أركان الإسلام، الصيام والحج. لما ربنا يقول لي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ربنا جعل الصيام عشان أوصل لدرجة التقوى. لذلك مرة يا أستاذ لم يا واحد بيسأل شيخ من الصالحين، بيقول له يا سيدنا الشيخ أنا لست على التقوى أقوى، مش قادر أوصل للتقوى. فالشيخ جاوب وقال له إيه؟ إن كنت على التقوى لا تقوى أحبب من يقوى تقوى. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا مش قادر أوصل لدرجة التقوى، صاحب المتقين، صاحب الصالحين، صاحب الأولياء والمهتدين، يقوم ربنا يهديك، يقوم ربنا يرزقك الفلاح والرشاد والصلاح، يقوم ربنا ياخد بإيديك إلى الطريق المستقيم. مش احنا بنقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ من هم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. احنا بنعبد مولانا جل وعلا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده الكلام ده لمين؟ للنبي. ما فيش حاجة اسمها اعبد ربنا في رمضان وخد اجازة يوم العيد، لا، كل الايام لله جل وعلا، والعبادة مستمرة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. المبادرة العظيمة اللي قامت بيها جمعية البر والتقوى يمكن من قبل شهر رمضان بحالة مستمرة وحالة من الإصرار والجهد العالي جدا عشان كرتونة الخير اللي بتروح للأسر المحتاجة في مناطق بعيدة جدا. يمكن احنا من قبل شهر رمضان بنتكلم بشكل مكثف عن كرتونة الخير عشان عارفين ان في أسر كتير جدا وفي مناطق كتيرة جدا محتاجة كراتين، والأكل ما فيش حد فينا يقدر انه يستغنى عنه أبدا. الأسر دي كلها بتبقى منتظرة اللحظة اللي حد هيخبط عليها ويشوفوا الكرتونة معاهم وكأنها حياة بالنسبة لهم، لأنهم بيبقوا حاملين هم هنأكل ولادنا منين، رمضان داخل علينا، الأيام العادية ممكن يكونوا بيقضوها بأي حاجة، لكن وقت الصيام بيبقى البني آدم فعلا لحظة أذان المغرب محتاج أنه يأكل أكل كويس. سبحان الله، كراتين رمضان دي احنا عايزين يعني نعمل مبادرة كده مع الناس ان كراتين الخير دي تبقى مستمره طول العام. صحيح، وهي دي لازم، لا، لان الناس محتاجه الاكل في كل وقت مش في رمضان بس. فيعني ادخلوا الفرحه والسرور على قلوب الناس وخففوا عن كاهل الناس، يعني خففوا العبء اللي على الناس، اللي معاه يدي اللي مش معاه، وتعاونوا على البر والتقوى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين اصابعه. نبقى كلنا عون ومساعدة لبعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن الأشعريين دول أفضل الناس. ليه؟ كانوا إذا غزوا أو إذا سافروا جمعوا أموالهم بينهم بالسوية وقسموها فيما بينهم، يجمعوا الأموال والطعام ويقسموها فيما بينهم. دول من النبي والنبي منهم، لأنهم بيتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. الإنسان اللي بيساعد غيره ده إنسان مؤمن حق الإيمان، لأن الإيمان والإسلام مش كلام. الإيمان والإسلام والدين بتاعنا دين المعاملة، وياما ناس كتير في هذه الأيام محتاجين، ومحتاجين المساعدة ومحتاجين الصدقة، ولا يسألون أحدا. ليه؟ لا يسألون الناس إلحافا، زي ما ربنا قال عنهم في القرآن: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. لا يذهب لأحد ولا يتسول على باب أحد ولا يطلب من أحد، الله أعلم بحالهم. صحيح، وقاعد في بيته، ويعني ربنا بيبعت له اللي يودي له لغاية عنده، لغاية البيت، لأن دول ناس متعففين عن السؤال، وما أكثرهم في زمننا. كتير
كتير جدا ناس متعففين لا يسألون الناس إلحافا، وهم في حاجة، وهم في أشد الحاجة لمن ينفق بس عليهم، ما بيطلبوش، ما بيطلبوش، ودي عفة بقى سبحان. يعني أنا أعتقد لولا البحث المستمر من خلال جمعية البر والتقوى يمكن ما كانش حد يعرف حاجة عن الناس دي ولا حد يقدر يوصل لهم. لذلك ربنا نبهنا عليهم في القرآن: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهو شايفه مستور، لكن هو في أشد الحاجة إلى هذا المال اللي بيجود الأغنياء عليه به. يجود علينا الأغنياء بمالهم ونحن بمال الأغنياء نجود. حتى في ملمح مهم جدا في زكاة الفطر، الفقير اللي أنا بديله زكاة الفطر اديت له 30 جنيه، يوم الإسلام عايز يحسسه أنه هو إيه، أنه هو أيضا بينفق. بعد ما تاخد زكاة الفطر أخرج عن نفسك وعن أولادك زكاة الفطر. في عدل أكتر من كده؟ يعني الإسلام بيخلي المحتاج زي ما بياخد بيدي، صحيح، ينفق من هذا المال عشان ربنا سبحانه وتعالى يطهر له الصيام بتاعه من اللغو ومن الايه ومن الرفث. عايزين نقول انه الشهر الكريم خلص، بس احنا لسه عايشين ولسه فينا نفس ولسه فينا عطاء، وعايزين نقول انه الصدقة ما هيش موسمية. اللي عايز يتصدق يتصدق في اي لحظة يكون عايز يعمل فيها ده، وما تأجلش وما تستناش وما تديش ودنك للشيطان، طب بكرة طب بعده طب كمان شوية طب لما يبقى يجي لي فلوس طب خلي المبلغ ده لما يبقى يجي غيره، الكلام اللي كلنا أكيد عارفينه. في أسر كتير جدا ممكن تكون عايشة من غير أسقف. احنا النهاردة يوم برد ويوم حر، وفي عز الحر المطر ينزل، ما بقاش في حاجة ثابتة، صحيح. فالناس دي معرضة في أي لحظة لأي شيء ممكن يحصل، ريح تقوم وأتربة وحاجات كتير جدا، وده غير انه بيبقى طبعا ما دام ما فيش سقف فهم معرضين للتعابين والفران والحاجات كتير جدا ممكن تأذيهم وتأذي اولادهم. مش عايزين ننسى، احنا اتكلمنا عن كراسي الخير واتكلمنا عن مطبخ الخير واتكلمنا عن الحاجات الخاصه بالشهر الكريم، بس ما نقدرش ننسى انه في ناس ممكن يكونوا عايشين اللقمه ما يقدروش ياكلوها بسبب الحال اللي ممكن يكونوا عايشين فيه. اسقف المنازل، وصلات المياه، تجهيز العرائس، مساعدة الأرامل، الأيتام، كل أعمال الخير اللي تقوم بها جمعية البر والتقوى، ده باب خير للناس كتير. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. احنا نتفنن في فعل الخير. بيجي لي ناس كتير يقول أنا معايا فلوس بس مش عارف أعمل إيه. طيب أنت اعطي فلوسك لهذه الجمعية الخيرية اللي بتقول لك احنا هنقوم بالنيابة عنك بتوصيل المال لمستحقيه. دي حاجة عندنا في الشرع اسمها الوكالة. انت بتوكل جمعية البر والتقوى، خدوا المال بتاعي انفقوه في وجوه الخير، خدوا وصلوه للفقير والأرملة واليتيم والمسكين. هو في آية يا استاذة لميا في القرآن بتقول انفقوا في رمضان؟ لا طبعا. هل في حديث عن النبي بيقول انفقوا في رمضان وفقط؟ لا، ده الانفاق طول السنة. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تعملوا كده ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إيه الثواب والنتيجة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. أنفق ينفق الله عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا. نورتيني يا فضيلة الشيخ. ربنا يبارك كل عام وحضرتك بألف حضرتك خير. بخير وبصحة وسلامة. عيد سعيد عليكم يا رب. علينا وعليكم إن شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا. لو بكرة لسه الوقفة هتلاقوني موجودة معاكم، لو بكرة العيد يبقى كل سنة وحضراتكم بألف خير. وكنت سعيدة أني موجودة معاكم على مدار شهر رمضان المبارك. أشوف حضراتكم بألف خير يا رب. السلام عليكم. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي.